الأزهر أيضا متواجد هنا طبعا، وهو ربما الذي يمثل أهل الصدارة في هذا اليوم وهذه الأيام التاريخية من أجل التمثيل وحاليا ارتأيتم أن تكون مناسبة، ما هي فعاليتها؟ فعاليتها وهني اتحاد التجار وهني الأسرة التوعية بمناسبة الإدراك من الحفاد 28 جانفي 1957 المسابقة على 28 جانفي 2020، وهني الأسرة التوعية باش نحتفلوا كلنا كما كان كل سنة اتحاد التجار يحتفل بهذا اليوم، هذا الوطني، العيد الوطني للتاجر، والاحتفال بذكرى هذا التاجر كان ساهم في الإدراك. دل الأمر من عند جبهة التحرير الوطني والأسرة الثورية، ولهذا نحييه كل سنة ونشكر الأسرة الثورية ونشكر كل الحاضرين معنا والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ونشكر السلطات المحلية، ونشكر السيد وزير الرعاية السامية، وزير التجارة السامية الرعاية السامية، وشكرا لإذاعة عين تيموشن اللي تلبي الإيداع، وكل قيصر واقفة معنا في هذه المناسبات الوطنية.